شيطانة الطوارق وراسبوتين العربي. الحلقة الأولية. طبعا لا يعرف أحد من هي شيطانة الطوارق وعارهم الأبدي. إنها مبروكة غير المبروكة، امرأة دجالة مشعوذة من قبيلة الطوارق جنوب ليبيا. أما راسبوتين العربي فأعتقد أنكم جميعا تعرفونه، إنه معمر القذافي لعنة ليبيا الكبرى. إنه الطاغوت الشيطاني الذي حكم للشعب الليبي واغتصبها طوال 42 سنة عجافة. قد يستغرب البعض من كلامي بلا قد ينطق دنيويز على الشويت طاب إليها لزعل، طبعا لأن القذافي من الأموات. واذكروا محاسن موتاكم، ماشي نقدكم مقبول وزعلكم كمان مقبول، لكن اسمحوا لي أن أكشف لكم حقيقة ذلك الملعون الذي خدع العرب أجمعين حكاما ومحكومين باستثناء حكام المملكة العربية السعودية الذين كانوا يعرفون حقيقته جيدا منذ زمن بعيد، بعد أن قام لشعب الليبي بثورته العظيمة علي مجنون ليبيا. معمر القذافي تكشفت لنا جميع حقائق مرعبة وبكل أسف وحسرة كشفتها لنا صحفية أجنبية جريئة تدعي أنيك كوجان. قرأت لرواية ولدم إذا لي في عرقي من فظاعة ما جاء في ذلك لكتاب النادر جدا فرائس في حريم القذافي. طبعا لا يجرؤ كاتب عربي لديه بعض النخوة أن يكتب مثل ذلك كتاب، فقد اعتدنا نحن العرب كتابا ومكتوبين عليه الخنوع والذل ودفن رؤوسنا في رمال ذلك الطاغوت الذي حكم ليبيا 4 عقود كاملة ومعه قبيلته النجسة في فعال وفي ليبيا. أول الشعب الليبي الخانع الأفعيل لقد أغتصب وفي ليبيا الحجر ولبشر ولشجر إعيني من الآخر لم إفلتي منهم بني آدم ليبي واحدي. اغتصب الرجال قبل النساء ويمكن كمان الحيوانات. ولنبدأ المأساة الليبية من بدايتها. البداية تقول أن الكتاب صدر عن شبكة الأخبار الليبية من إعداد الأستاذ المحترم خليفة علي. أما سنة صدور الكتاب فطبعا بعد نجاح الثورة الليبية علي الحاقد ألم اغتصب معمر القذافي كاتب ألم ترجم في مقدمة الكتاب وصف بلا كتاب الصدمة. إنه كتاب أنيك كوجان الذي صدر في فرنسا وتكشف فيها الكاتبة الاستغلال لجناسي الذي ذهب ضحيتها 100 من للنساء الليبيات ولا أفريقيات ولا أوروبيات على يد معمر القذافي الذي كان استعرض رجولتها وفي حولتها عليهن تحت مسمى ملك ملوك إفريقيا. طبعا سأسمع من يقول يا رجل حرام عليك العقيد. كان رجل كبير ومش يقدر يعني صحته علي قده وإجابتي عليه بين قوسين الفياجرا، لكن مشى أي فياجرا، لا إنها الفياجرا الأمريكية. أما الأقرص الواحد بمئة جنيه مصري عني الملعون القذافي مشى كان حارم نفسها من حاجة سرقة اغتصاب قتل نهب إذلال ما عرضيها تلفيقا آلتهما. لقد عاشت ليبيا كابوسا مرعبا طوال 42 عاما. عاش شعب المجاهد الأكبر عمر المختار رحمه الله في ظل ذلك الشيطان الراسبوتيني 4 عقود كاملة يغتصب من يشاء ويقتل من يشاء ويعفو عمن يشاء. إنه المجنون الحقيد الحاقد الغبي معمر القذافي. طبعا موضوع شذوذ الملعون القذافي كان واو ما زال من المحرمات في ليبيا الضائعة للأبد طاب إليها هوى من المحرمات، لأن هذا المجنون استطاع بأجهزته القمعية إذلال شعبه وزرع روح الخنوع والدونية فيه طوال 4 أجيال كاملة، فأصبح الشعب الليبي كله شعب خانع لا يعرف ولا يدرك معنى الكرامة والحرية
ولا حتى معني الشرف. لقد استطاع القذافي المجنون أن يلغي كلمة شرف من قام وسأل مواطن الليبي، وهذه نتيجة طبيعية عند ما حكمك رئيس قواد. تخيلوا معي رئيس الدولة دعر وقواد وشاذ جنسيا، ماذا تتوقعون منه؟ يقول المترجم خليفة علي: تستند المؤلفة في كتابها في البداية إلى شهادة امرأة شابة في 22 من عمرها حطم القذافي حياتها بعد أن اختيرت حين كانت في 15 من عمرها من قبل مدرستها لتسليم باقة ورد لرئيس القذافي أثناء زيارة تفقدية قادتها للا مدرسة. بعدها تم اختطاف تلك الفتاة فيالي وملتالي، وتم ضمها لحرس القذافي من النساء. بعد أنا تعرضت للا ضرب للشديد والاغتصاب في بيب العزيزية. وقامت المؤلفة أنيك كوجان بعمل مقابلات كثيرة مع نساء القذافي، وكنا جميعا يعانين من صدمات نفسية بسبب الطريقة التي كان يعاملهن بها الملعون القذافي الذي حول ليبيا إلى جمهورية اشتراكية عظمى للدعارة. كان القذافي يختار من يحبه وتشتهي نفسه من عامة الشعب، وكان يكل في عناصر جيشها باختيارهن من الجامعات والإنوادي وصالونات الحلقة، حيث كنا يؤخذن بالقوة لمقر إقامتها في بيب العزيزية، ثم يخضعن لفحص دم تقاوم به ممرضاتها. غالينا إلينا كل واديا أمال النوع الثاني الذي كان يفضلها، فكنا لمغنيات للشرقيات وعارضات الأزياء وزوجات رؤساء للدول الإفريقية لمجاورة للواتي كان يغدق عليهن بحقائب مليئة بملايين الدولارات أثناء زيارتهن لليبيا. يقول أحد معاوني القذافي: كان القذافي يحكم ويذل ويستعبد ويعاقب بالجنس. مكتب القذافي السري لممارسة البغاء داخل الحرم الجامعي. تحت ذلك العنوان المثير كتبت المؤلفة: لم يكن الدكتور فيصل تريكشي يتصور أبدا ما اكتشفه في نهاية أغسطس 2011 حين أحكم السيطرة هو ومجموعة من الثوار على جامعة طرابلس. ما اكتشف كان سيئا بل مرعبا. كان باب شقة سيئة فتحوها بالقوة، وكانت تحت القاع الخضراء بجامعة طرابلس. كان للدهليز يقود إلي صالون كبير يحتوي علي أرائك جلدية بنيت على اللون، وكان هناك ممر يقود إلي غرفة النوم من دون نوافذ، يعني غرفة مكشوفة. لكن ما أثار دهشة فيصل حقا هيئة لغرفة الأخرى ألا مقابلة لغرفة ألا النوم التي كانت عابرة عن قاعة لفحص أمراض النساء. كانت مجهزة بالكامل وتحتوي على سرير وجهاز عرض وجهاز سونار، يعني أشعة تلفزيونية، ومعدات وكتيبات باللغة الإنجليزية. ساعتها لم يخفي كريكشي تذمره ودهشته مما رآه. لقد عين الرجل عميدا لجامعة طرابلس بعد نجاح الثورة. أبدى الرجل دهشته قائلا: لا شيء يبرر وجود مثل هذه التجهيزات، وإذا ما كانوا يخافون من أي حالة استعجالية فهناك مركز أمراض للنساء التابع للمستشفية والذي لا يبعد سوى 100 متر عن مقر الجامعة. إذا لماذا كل هذه التجهيزات؟ وأي ممارسات غير شرعية كان يقوم بها القذافي بعيدا عن الأنظار هنا داخل الحرم الجامعي؟ كريكشي أكد احتمالين لا ثالث لهم: أولهم القيام بعمليات إجهاض، والاحتمال الثاني إعادة ترميم غشاء البكارة نتيجة عمليات الاغتصاب الوحشية التي كان القذافي يمارسها ضد ضحاياه من الليبيات والأجانب. لطفاً لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس مع الشكر الجزيل.